قراءة الصحف الأمريكية نستهلها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كتبت يومية نيويورك تايمز أنه وقبل 100 عام وقبل شروق الشمس شنت روسيا قصفا مدفعيا على أوكرانيا قبل أن ترسل القوات إلى المدن الكبرى وتبدأ حربا ضد دولة أصغر بكثير بجيش يطمح إلى الإطاحة بسرعة بحكومة كييف. وعلقت الصحيفة أن هذه الضربات العسكرية حطمت تلك التوقعات وأعادت إيقاظ التحالفات القديمة، كما خلفت الموت والدمار في جميع أنحاء البلاد. وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه ومع استمرار الغزو الروسي لأكثر من 100 يوم لا تزال القوات الأوكرانية تخوض معركة ضاربة، مضيفة أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين قدروا أن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكون مرحلة حاسمة في الحرب. في المكسيك تمت يومية الصلح بمكسيكو بقمة الأمريكيتين المرتقبة في يونيو بلوس أنجلوس، مبرزة أن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة لن تتغير في مواجهة موقف الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور من عدم حضور القمة إذا لم تتم دعوة جميع دول القارة. اليومية نقلت عن السفير الأمريكي لدى المكسيك كين سالسار أن الولايات المتحدة لا تزال تتخذ الخطوات اللازمة لإرسال دعوات للدول إلى القمة، مضيفا قوله ما زلنا لا نعرف من سيحضر ومن لن يحضر، لكن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة لن تتغير، نحن جيران وبنفس الطريقة التي نتحدث بها سنعمل معا من أجل أفضل ما في المكسيك والولايات المتحدة والأمريكيتين.